بركي جيب لها شيء هي ما بتحبه. في فيش صوص تشويسز تبعي شوي مين ما كثير هينت لها اياها للجوا. او ماي جاد بس كان بدي اقهري. او نو لا خلينا نجيب لك فوي. فيو كوكونات يا سئيله. Hey guys, كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا منيح. Welcome back to my YouTube channel. أهلا وسهلا فيكم بقناتي. اليوم فيديو جديد وتحدي جديد. واليوم مش لحالي. Hello. جوا. اليوم رح نعمل challenge هيك مهضوم بسلة. جينا هلا على سبينس على السوبر ماركت. رح خلي جوا تروح لحالها وأنا رح أروح لحالي ورح هي تنقي items وأنا رح نقي items. رح نرجع نجي على السيارة ورح خليها تدوق أنا القصص. لازم تحذر أنا شو جبت. أنا لازم أحذر. هي شو جابت؟ بركي جيب لها شيء هي ما بتحبه. شوكليت، كانديز، درينك، بيكلز، فروت، من كل شيء. رح نحط بادجت 100,000 كل وحده. ايه 100,000 كل وحده. واذا فينا اقل كمان احسن. اقل كل ما كان اقل كل ما كان اقل كل ما احسن. ليتس جو. جايبه تقريبا كل شيء سويت. عبالي جيب لها درينك بس بدي شيء ما تعرف شو هو. ما بعرف ما في شيء رخيص كل شيء كثير غالي. انا كمان في فيش صوص. يا نعمل لها توست مع هوت صوص اكيد كثير طيب. بحس انه إلسا ما بتحب. ما بعرف اذا بتحب بس ما بعرف ليه بحس انه ما بتحب. بحس انه التشويسز تبعي شوي مين. فكي تروح على مطرح ما فيه فيجيتابلز وفروتس وجيب شغله من هونيك. ليتس جو. طعمته غريبة. فهمت قصدي؟ اشي اوه ايه اوكي باخد منه 50 جرام. شو اسمه الشي؟ روكفور. روكفور اوكي. دوقني كل البراد. اوكي جايز مبدئيا صرت عاخير. بعد بدي اجيب هيك كم شغلة ما كتير هينت لها اياها للجوا. يعني في قصص بركي ما راح تعرفهم. عبالي جبلا شيء كتير هيك لبنان كتير دغري مفروض تعرفيه. شوفوا مين هون. قبل ما توصل إلسا بدي اقول لكم انه انا ما عارف انه الجبنه هالقد غاليه. البادجت كان 100,000. الجبنة اللي هي أنا جبت بس 100 جرام حق 100,000. هلو Are you ready? Guys صرنا بالسيارة. I have no idea جوا شو جايبت وهي شو هاي نو ايديا. أنا عم شم شو جايبة. أنت عم تشمش وأنت جايبة. أنا ما عم شم شي. أوكي منيح. أوليك مكورني. Oh my god no. Let's do this. هافي تورتي طلع انا حسابي 95,000. جوا تحدد تخطط البادجت. ريحت نعنع بركي. ركا كثير ركا مش ركا وثال ومن ريحتها بتعرفي شو هي. بقلة؟ لا. زعتر؟ لا. يا كثير بعرفها بس ما عم بعرف شو. حبق. حبق صح مزبوط حبق. بس انا كثير بحب الحبق بكل شيء. بكل شيء طيب الحبق. نيكست. سكري. زبيب. برافو. اوكي.
هيدا فيها طبخة بس ثانية. يلا بحس جبت زيت شي. اوكي. او ماي جاد. او ماي جاد. سوري عن جد. التوست شو بسموها مثل البوب كورن ايه ايه مع تاباسكو او شيء هيك مع هوت صوص هيدي بعرف انه منها صعبه بس كان بدي اقهري ايه قهرتك ماشي الحال next هو هذا الشيء اونيكا يامي قديش طيب رح اتركه لتاكليها بعد غرامه اونيكا Oh no. طيب؟ No. Cheese. بس شو؟ روكفور. برافو. أنا ما كنت عرفت. This. بس جبت لك no. كلها. فيك تاكلي كلها. تاخذ حقها 100,000. ها. ها. حقها 100,000. بدي لاقي طريقة، يا ريت عندنا فطيحة أنينة. اوكي. إيدي كلهم منها. انتبهي لأنه عم توقع. وين مفتوحة؟ ما أنا مفتوحة المحل. أوكي. ثانية بس ثانية. عرفت! إنه كنت عم فكر جيبه. شو هي؟ مش فريز؟ لا. عرفت! باز. لا. لا مش شي من هون؟ لا. مش بير. ما بعرف، أنت بتتقربي، يعني عندك بعد هيدا تشانس وحدة. شابي صار ريحتهم هيدا الشيء. ما بعرف لا ما بعرف اذا مش فريز ما بعرف ما بعرف شو هيدي بيره بلا الكول عرمان اكيد من ضايقتها اوكي اوكي جايز سو انا عرفت 4 من 6 هلا صار دور جوا رح اعمل كمان 6 تتكون فير بيني وبعدين بناكل سوا وبعدين بناكل سوا اوكي يلا خمد اوكي روي او ماي جاد ما بعرف ليه ما بني مبسوطه بهالموقف اوكي هيدا الصوت شو معقول يكون؟ ما أنا كتير قوية بس إذا فيك تحضريني نفسياً قبل إنه إذا طيب أو لا لا إذا يعجبني؟ بعرف شو هالشي بس أتأكد ما بعرف إذا بيكون أو سمالز أو هولي بس ثانية بفتكر بيكون أوكي مزبوط برافو كيف بتجيب لي بيكون؟ عن جد؟ اوكي بعدين قلت لا خلينا نجيب روكفور حلو شوفيز لحظة توتي فروتي برافو هيدا الشيء خاصه بالتشايلد هود اوكي ثاني بس ابلعه يا روقي ما بطيق هالشي بتون صلاة بوافر صح اكثر هيد ما بطيق لا وي لايك ذس حبوا سولت بس اوكي هاي اوكي شو هالشي ثانية اي شو هالشي في فيها لبن بس شو يوغرت فريز غلط بيريز غلط شو خلاص عم شي بقول ايه عدرة عدراء ما طعمته عدراء ابدا عن جد؟ اوكي صعبة كانت هيدي اوكي هاي صعبة هلا او ماي جاد فيها درينك فيها غاز اوكي بدي امسكها اوكي خليني امسكها 7 اب نو في شي مثلها بس انه طعمتها 7 اب بس ثاني خلينا نفكر شو هن البراندات فيك تشربي بعد اذا بدك
كان في وحده نحن وصغار كنا نشرب منه. سو اوف براند 7 اب شو معقول يكون؟ بعد نحن وصغار بس ما بعرف اسمه. شي ماونتن ثانيه ماونتن ديو. برافو او ماي جاد كيف عرفتيها؟ لانه شي مثل السفن. برافو. اخر وحده اوكي اذا ربحتها بكون ربحتك واذا لا بنكون تعادلنا. صح اوكي اف نو واي اون شو هالشيء. اوكي شوكليت اوبسلي فيو كوكونات يا سئيله. طب واحدة ما عملتي لي راكفار يعني. هذا باونتي. اوكي. يو وان. هذا الشيء الوحيد انه بعد فيه كوكو. برافو. اوكي يو وان. انا بعد جايبة قصص مثل كورن فليكس و جايبتي لي اشياء طيبة. ايه وفليك وبابل جام. هلا مش قادرة اكل شيء بام. اوكي. سو برافو جوا. ربحت. 5 out of 6 انا 4 out of 6 طبتي الكوكونات يا ريت ما تستنيها اخر شيء تدقلك هلا ناكل شيء ثاني. اوكي سو جايز هذا هو كان الفيديو لليوم. كثير تليت صراحه أنا كان كثير مهضوم للتشالنج انه بينعمل مره ثانيه عرفتي. سو اذا حبيتوا التشالنج حطوا لنا بالكومنتس انه اذا بدكم بارت 2. اكيد ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وكمان تيرن اون ذا نوتيفيكيشنز كرمال يطلع لكم نوتيفيكيشنز كل ما نزل فيديو. شانل جوا تحت بالديسكربشن. بشوفكم نيكست ويك. باي.